افضل كتير جدا من سان داونز. ضيعنا اربع خمس جوال مؤكدين بنسبه مش ما فيش 100% طبعا، ولكن على الاقل بنسبه 95%. من هجمتين ثلاثه قدروا يجيبوا فينا جول وكسبوا الماتش. ماتش المريخ السوداني نفسه اللي هنا اتسهل علينا في البدايه، جبنا جولين اعتقد ريحنا شويه. وضع طبيعي يعني، ممكن الحته دي توصل للعيبه لما تكسب واحد واثنين وما تلاقيش مقاومه من الفريق الثاني، وبعدين تحس ان خلاص الماتش انت خدته. طبعا غلط، طبعا غلط، لكن الاحساس ده بيحصل للعيبه. يعني الاحساس وصل للعيبه ان الماتش خلص. طبعا قدر المريخ السوداني يرجع للمباراه من بعض الاخطاء الدفاعيه، وبقت النتيجه 2-2 لو تتذكروا حضراتكم، لحد ما في الاخر عمرو السوليه لعب كره عرضيه اصطدمت باحد المدافعين ودخلت جول وكسبنا الماتش. كسبنا الماتش بصعوبه، برغم من ان السيطره والاستحواذ والهيمنه كامله كانت للنادي الاهلي. من الناحيه الفنيه النادي الاهلي يعني انا شايف ان هو الفتره اللي فاتت مستعد كويس. الفتره اللي فاتت كان في وقت ما بين المباراه اللي فاتت والمباراه دي، فالجاهزيه الفنيه والجاهزيه البدنيه افضل من الفتره اللي فاتت. هتقول لي الفتره اللي فاتت اللي هو ماتش، اقول لك مثلا بالتحديد ماتش سان داونز. ماتش سان داونز انا كنت اتمنى قبلها، بس هو خلاص حصلت، خلاص ولعبنا وكسبنا بيراميدز. انا كنت اتمنى ان احنا ما نلعبش ماتش بيراميدز، لان كانت ضغوط جامده جدا. كان في قبلها بيومين ماتش، وبعدين ماتش بيراميدز، وتاني يوم من النادي الاهلي رايح جنوب افريقيا حتى لو بطياره خاصه. انت بتتكلم على تطلع من الماتش، تروح المطار، ماتش بيراميدز، تروح المطار، وبعدين تخلص اجراءات، وبعدين تركب الطياره، تقعد لك 8 9 ساعات او 10 ساعات، وبعدين تروح هناك وتخلص. انت بتتكلم على يوم بعد المباراه اللي هو كان المفروض تقضيه في استشفى، لا انت بتعمل مجهود زياده كمان. وانا اعتقد ان اجهاد او ماتش بيراميدز كان ليه عامل كبير جدا 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 في اللي حصل في ماتش سان داونز. نتمنى من المسؤولين، نتمنى من المسؤولين مراعاه الحاجات دي للنادي الاهلي. النادي الاهلي لما يجي يمثل النادي الاهلي، طبعا بيمثل النادي الاهلي، بيمثل نفسه، ولكن هو بيمثل مصر. مش عيب النادي الاهلي ان هو اللي بيلعب في كل البطولات، سواء محليا زي بقيه الفرق، افريقيا زي بعض الفرق، وعالميا هو لوحده. انت كمان لازم تراعيني، انت كمان لازم تراعيني، ولازم يعني في حاجات بالعقل كده، في حاجات بالعقل. انا عندي ماتش من يومين، تلعبني ماتش تاني بعديها بيومين وماتش قوي، وبعدين عارف ان انا بعد ثلاث ايام عندي ماتش تاني وفي جنوب افريقيا. بغض النظر الماتش الحمد لله احنا كسبنا، حتى لا قدر الله لو كنا خسرنا كنت هقول نفس الكلام. واحنا قلنا قبل الماتش بيراميدز نفس الكلام دوت، وكان عندنا اعتقاد كبير جدا 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 ان المسؤولين هيراعوا حته الاجهاد وحته النادي الاهلي رايح بعد الماتش جنوب افريقيا علشان يلعب بره ارضه. بعديها بيومين ولا بعديها بثلاث ايام. ولكن المسؤولين ما بيراعوش. ليه انا مش عارف. المهم النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى باذن الله ماتش النهارده يصحح الاوضاع. يعني احنا كجماهير النادي الاهلي نتمنى النهارده ان احنا زي ما بنقول كده نخدم نفسنا بنفسنا. مش هنستنى بقى وهنقول طب اصل سان داونز لو كسب الهلال واحنا النهارده لا قدر الله لو حصل حاجه تعادل ولا حاجه، طب الماتش الهلال لما يجي الاسبوع الجاي نكسب ان شاء الله نعاد. لا لا، مفيش حاجه في الكوره مضمونه. على فكره في الحسابات، في الحسابات الهلال والمريخ كمان عندهم امل. يعني الهلال والمريخ لو كسبوا الماتشين الجايين بكسبوا كمان سان داونز، لو كسبوا يتأهلوا، ولو لا قدر الله كسبوك هنا لا قدر الله يتأهلوا. مفيش حد ضمن التأهل خالص بنسبة 100% دلوقتي حتى سان داونز. ولكن بإذن الله رب العالمين نبتدي من ماتش النهارده كلنا ورا فرقتنا. زعلانين؟ اه زعلانين، معلش عادي، بس لازم ندعم الفرقة، لازم في الصعوبات نبقى ورا فرقتنا، لأن حصلت قبل كده كتير جدا جدا جدا، وياما النادي الأهلي واجه صعوبات وبفضل الله تغلب على كل الصعوبات. إن شاء الله النهارده، إن شاء الله، يعني أنا بقدم المشيئة، عشان في ناس تقعد تقول لي أنت بتتكلم عن النادي الأهلي قبل الماتش، وبتقعد تقول النادي الأهلي مش عارف هيعمل كذا، والنادي الأهلي هيعمل. أنا بتكلم على حقائق، بتكلم على أرقام،
هو مش ذنب النادي الاهلي، انا مش جايب الحاجات دي من بيتنا، هو النادي الاهلي لو قعدت اتكلم عليه من هنا للسنه الجايه مش هو في حقه ولا بالارقام ولا بالقيم ولا بالمبادئ ولا باي حاجه خالص. هو ده النادي الاهلي. ان شاء الله نكسب النهارده ونقترب شويه بقى من دور الثمانيه. مش هنحسم الامور، يعني مش هنحسم الامور برضه، ولكن مكسب النهارده يديك اريحيه شويه لحد ما بكره نشوف ماتش الهلال وسان داونز هيعملوا ايه. يعني حتى لو اي نتيجه، خلي بالك اي نتيجه هيحصل هتحصل لماتش الهلال وسان داونز، برضه الهلال هيجي لك يوم 2 ابريل، وده هيبقى اول يوم في رمضان، كل سنه وحضراتكم بخير. هيجي لك هنا وهو قافش فيك او ماسك فيك، هو ده انت الامل الاخير، الامل الاخير ليه. النهارده المريخ جاي، فاكرين ان المريخ مثلا بعد ما خسر من الهلال الماتش اللي فات ان هو لا، ده اموره اتصعبت. ده هو النهارده هتشوف المريخ شراسه يعني فوق الوصف، خلاص ده الامل الاخير. لسه عنده امل في المباراه الاخيره، ولكن ماتش النهارده يحسم كتير من الامور سواء للنادي الاهلي او نادي المريخ. يمكن في تساؤلات بقى، يعني احنا بنتكلم عن الوضع بتاعنا الصعب، ولكن الناس بتقعد تسال بقى، طيب هو مستر موسيماني هيعدل الطريقه النهارده؟ يعني هل النهارده مستر موسيماني من لعب مره 3 4 3 وبعدين 4 3 3 النهارده طيب على ارضنا وعايزين نكسب ومباراه حاسمه وفاصله زي ديت، هيعمل ايه مستر موسيماني النهارده؟ هيلعب 4 2 3 1؟ طب هيلعب باثنين في نص الملعب ولا هيلعب بثلاثه وهيعمل زي الماتش اللي فات هيجنح قفشه ناحيه الطرف اليمين او الطرف الشمال؟ يعني برضو الناس، يعني الناس بقت كمان هي دلوقتي بتقعد تتخيل وترسم الموقف وتحلل وتقول احنا النهارده لازم نلعب بكذا. وجهه نظري المتواضعه جدا جدا جدا، ان انا بفضل دايما ان النادي الاهلي هو اللي يكون ليه الكلمه العليا. هو اللي الكلمه العليا، يعني مستر موسيماني اكيد يعرف قدر وقيمه النادي الاهلي كويس قوي. النادي الاهلي ليه طريقه وليه اسلوب بيلعب بيهم على طول. النادي الاهلي دايما من بدايه المباراه هو اللي بيفرض اسلوبه. النادي الاهلي من بدايه المباراه هو اللي بيكون الفعل مش رد الفعل. هو ده النادي الاهلي، وهو دايما النادي الاهلي لعبته وجمهوره بيحبوا يلعبوا الاسلوب دوت. نتمنى النهارده ان شاء الله ان شاء الله في المباراه اللي جايه كمان باذن الله ان مستر موسيماني يبدا من اول المباراه بالضغط وبالاسلوب والطريقه اللي ان شاء الله تحقق للنادي الاهلي الفوز بتوفيق ربنا ومجهود اللعيبه في الملعب ومن قبلهم جمهورنا الكبير جمهورنا العظيم. خلصت كل حاجه، هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن ماهر همام، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم تفائلوا وانتظرونا.